تبغى نسولك غير على الشبه لينا والاخرين بان لي ما يتعيما فيهم ما يضر الحمد لله كلشي مزيان. الشبه والحامض عاوتاني يعني تخليطه خطيره وخاصه غيداروا في المناطق الحساسه وكما كنعرف في المناطق الحساسه الجلده كتكون رهيفه بزاف ما كتكونش قاصحه اللي غتكون عندها واحد الوقايه وإلا درنا الشبه مع الحامض فاحنا كنحولوها بالتالي لواحد الماده اللي كتكون حامضيه كبيره وغتاثر لنا على ديك الجلده ديال المناطق الحساسه ممكن تؤدي الحساسيه ممكن تؤدي الامراض جلديه خطيره نعم ودائما خصنا نتجنبوها وخاصه هذه الوصفه انا على الاكيد انها كدار في الحمام نعم يعني ملي كتمشي السيده للحمام كتستعملها يعني ملي كتزيد الخطوره ديالها يعني اللحم كترتفع درجه الحراره ديالو وزائد هذه الوصفه هذه فبالتالي غتكون خطر بزاف على البشره ديالنا. اذا انت كتنصح السيدات ما باقيش مازال يديروا هذا الخليط ديال الشبه مبقوقه والحامض. لا ما يستعملوش لان اصلا الشبه كتسد المسام. مسام. تصور انت الشبه الا قصتها في يدك ولا مثلا لا قدر الله كاين اللي كيقيسها مثلا غير في فمه مثلا كيتكمش. داكشي يعني علاش التوتيه اللي كتستعمل مثلا ضد التعرق نعم. وكدار في الابطين نعم. شحال ديال السيدات مع الوقت كدير لهم ذوك الولسيسات الصغار حيت المسام كيتشدوا نعم بالفعل ويمكن يمكن يديو لا قدر الله السرطان لان خصنا نتجنبوا هذه الامور هذه نعم اذا تجنبوا وحيدوا من بالكم ومن يعني وصفاتكم هذا الخليط ديال الشبه وديال الحامض لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.